السيدة فداء عبد الرازق من قرية دير سودان هي سيدة ريادية قامت بتأسيس جمعية في قريتها من أجل مساعدة باقي النساء لتحقيق أحلامهم والبدء في مشاريعهم. الجمعية الخيرية لما بلشنا فيها كان في الست بتعتمد على التطريز الفلاحي، كنا نحن كستات نعمل على التطريز الفلاحي، عملنا على تطوير هذا الإشي، جبنا ماكينات، دربنا عدد من الستات، صرنا ندخل التطريز الفلاحي على الخياطة اللي نحن نشتغل فيها مع التدريب ل15 ست وأكثر من 15 ست داخل القرية، عملنا على تمكينهم، في منهم راحوا صاروا يشتغلوا بأماكن خارج القرية، وفي منهم هن فتحوا مشاريع خاصة فيهم. تاني مشروع اشتغلنا فيه اللي هو التصنيع الغذائي، عملنا على استلام المقاصف المدرسة، هلأ في عنا مقصف المدرسة بنشتغل فيه. في عنا المشروع الثالث اللي هو مشروع النحل. مشروع النحل بلش بخمس خلايا، هدلون الخمس خلايا أخذناهم من جمعية المرأة العاملة كدعم منهم، لكن نحن طورناهم، صار عنا تقريباً كمجموعتين من الستات، لأنه عملنا على تدريب الستات كمجموعة تانية، صار عنا تقريباً 80 خلية. المجموعة الأولى فيها 40 خلية والمجموعة الثانية 40 خلية، بيشتغلوا فيهم 10 ستات، 5 في كل مجموعة. هاي بالنسبة لمشروع النحل اللي هن هدول المشاريع بيشتغلوا فيهم 10 ستات. كانت بداية الفكرة إنه نحن نستأجر قطعة أرض، استأجرنا هاي قطعة الأرض وكانت هاي قطعة الأرض خراب، عملنا على جرفها، عملنا 3 حبلات سيجناها على أساس نحن منطقة فيها حيوانات برية كتير وبتخرب الزريعة، عملنا على تسييجها. المرحلة الأولى بعد التسييج عملنا على عمل السنسلة الأولى للحبل الأولى، وعملنا مصاطب، هاي المصاطب بنزرع فيها زراعة بيئية بتعتمدش نهائيا على الكيماويات، وبدنا نحاول إنه ننتج جميع منتجات الأرض من هاي الزراعة البيئية. كمان جهزنا الحبل الثانية، عملنا على قص الأرض وبدنا نبلش نعمل السناسل فيها، قلنا نستغل فترة الشتاء، جبنا القمح اللي هو القمح اللي بالجنين، القمح العضوي اللي نحن بعدها بدنا نعمله عملية بعد ما نحصده بدنا نستفيد منه كقمح، نعمل الجريشة ونعيد التراث من أيام زمان ونقدر نبيعه شيء بيئي عضوي طبيعي الجنين فيه والغذاء الصحي فيه. كل هاي الشغلات نحن عملناها بإيدينا، نحن كمجموعة ستات كنا نيجي نلم الحجارة نجهزها للسناسل، في شاب بيجي بيعمل لنا هاي السناسل، ولحد الآن هينا شايفين مش مخلصين، جهزنا أول تقريباً 4 مصاطب وهي في عنا 3 مصاطب بنحاول نجهزها كاملة خلال الفترة الجاية، صحيح تأخرنا بالزراعة بس هو إمكانياتنا وقدراتنا. احنا في عنا عدد من الستات ومن ضمنهم انا عضو من عضوات أصالة، العضوات الفعالات اللي اعطونا عدد من التدريبات، تدريبات في التثقيف المالي اللي عمل على تمكيننا في إدارة مشروعنا، تدريبات في التصنيع الغذائي، عدد من الستات اخذوا في تصنيع الأجبان والألبان، كمان عملوا على تمكيننا في شراء منتوجنا وعرضه، ونحن كستات رحنا عرضنا بعدد من المعارض اللي هن اشرفوا عليها.